هو نص السؤال انت جاوبت عليه بس النص التاني موجود فيه. تقر وتعترف ان قرار فيتوريا باستبعاد الشحات وطارق حامد وامام عاشور لعدم الالتزام ما يتفقش مع على الاطلاق مع اصراره على وجود فتوح ومحمد صبحي في قائمه المنتخب. اه طبعا يعني اقر طبعا ان هو استبعادهم كان على النحو اللي يدفع الحقيقه اللي بتقول انه التزام خروج عن النص لا. تمام. تقر وتعترف ان تأهل منتخب مصر المونديال 2026 لازم يكون محسوم تماما واي نتيجه غير كده تعتبر كارثه بكل المقاييس. دي مش كارثه بس ده عوده الى الخلف، لانه ان لم يتأهل منتخب مصر من هذه المجموعه في فرح العمده من 48 فرقه ده انت هتصيب الشارع. وشوف كره مصر هترجع سنوات الى الخلف. نعم امر طبيعي يعني. طيب تقر وتعترف على فكره لو ما تاهلناش ده لازم في محاكمات. طيب لاتحاد الكوره والجهاز الفني ربنا ما يجيبش محاكمه. هو الاتحاد الكوره على قلب راجل واحد ولا شايف بوادر خلافات؟ لا انا شايف اتحاد الكوره يعني ما يزعلوش مني يعني غير مقنع لانه ليس على قلب رجل واحد. تقر وتعترف ان فرص منتخب مصر في الفوز بكاس امم افريقيا صعبه للغايه؟ صعبه للغايه. اقر واعترف انها صعبه للغايه. صعبه للغايه. تقر وتعترف ان الاهلي اقرب، ولو انك جاوبت يعني لكن ممكن تعيد الحسابات مع نهايه الحلقه يعني. تقر وتعترف ان الاهلي اقرب لتخطي ربع نهائي مونديال الانديه حتى لو كان المنافس اتحاد جده السعودي لانه عنده تراجع في مستواه مؤخرا، اقصد اتحاد جده السعودي. والله انا مستعد ارجع في رايي يعني اذا كان هيحصل هذا الكلام يعني. نعم. يعني اتمنى وحينئذ بقى، لكن لكل حادث حديث. لكن يعني طبعا لازم نعترف بصعوبه. نعم. القصه. نعم. عشان الناس تستعد وتتحفز. تقر وتعترف بصعوبه المهمه. تقر وتعترف بصعوبه المهمه. تقر وتعترف ان بدايات مجلس اداره الزمالك تبشر بعوده النادي لسابق عهده كقلعه رياضيه تربويه تدار بطريقه مؤسسيه. البدايه الاولى. نعم. لكن اتمنى ان ما تبقاش الخطوه الاولى بس، ما تزال هناك خطوات حتى يقنع مجلس اداره الزمالك الشارع بانه فعلا جاي يبني الزمالك الجديد.